البويرة أين تعتبر منطقة حمامة كسانة واحدة من المناطق السياحية التي تستقطب عديد الزوار من مختلف ولايات الوطن، خاصة بعد أن تم منح لمستثمر سياحي هذا الحمام لإعادة ترميمه، لكنه لم يجسد المشروع على أرض الواقع. باقي التفاصيل مع خالد شودار وهشام مشكيت. منطقة حمام كسانة التابعة لدائرة الهاشمية تعد من أكثر المناطق السياحية جذباً للسياح، حيث يوجد بها الحمام المعدني حمام كسانة الذي عاد إليه بريقه مؤخراً من طرف مستثمر خاص. لكن منطقة سياحية مي بصح لحد الآن ما شفنا والو، نفس السوجي نفس المشكل يبقى مطروح. حنا نداءنا وزير السياحة والي ولاية البويرة ماذا بينا يخزرونا بعين الاعتبار للمنطقه هذه. الماء صالح لعده امراض، احنا رانا نجيو لهنا نعالجوا. هي من المفروض منطقه سياحيه، من هذه المنطقه السياحيه هذه من المفروض يرقوها احسن من المناطق اللي راهم يروحوا لها لتونس، يخسروا فيهم بالاورو، يخسروا فيهم باموال. الريزو ما كانش، هذه الحاجه الاخرى. ترانسبور ما كانش، ترانسبور ما كانش، ليكول ما كانش، ديسبونسير ما كانش. منطقة سياحية بهذا الحجم تفتقر لجميع مظاهر التنمية، ما جعلت السكان يهجرون منها. كثرت الزوار ونقص الأماكن، اكتظاظ في من ناحية الحمام الجماعي أو من ناحية الغرف، وين تنتظر لمدة كبيرة حتى تصح لك الدالة تاعك. الريزو باش تعيط في التليفون ولا بالك تكريفي لك رودة ولا ما على بالش ولا طيح أونبان، تعيط في الريزو ما كانش. ريستورون هنا يا شباب باش تجي انت مع العائله تاعك ولا مع اولادك صغار ولا اون فامي تدخل ريستورون شباب ما كاش، راهم غير السكان الله يبارك قايمين بالحاله. التفاتة من السلطات قصد فتح باب الاستثمار أمام الخواص لإنشاء منشآت سياحية وخدماتية من شأنها خلق جو المنافسة والنهوض بقطاع السياحة.